أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مزامير وكلمات. أرحب بكم باسم الرب يسوع المسيح، كما أرحب بضيفي المبارك خادم الرب الدكتور باسم أندرية. أهلا وسهلا بك دكتور باسم. أهلا بك أخي منير. النهاردة هنتأمل في المزمور 50، مزمور لآساف. هنقرأ بعض الأعداد. أنا بشجعكم هاتوا الكتاب المقدس عشان هنقرأ بعض الأعداد، إحنا دايما بنقرأ كل الأعداد من خلال شرحنا للمزمور، بس أنت اقرأ معانا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ في الأول من عدد 1 لعدد 8، بيقول كده: إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرق. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مدينة شعبه. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا. لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي. بعدين هنقرأ عدد 14 وعدد 15، بيقول الكلمات الرائعة دي: اذبح لله حمدا وأوفي العلي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. بعدين هنقرأ عدد 16 وعدد 17: وللشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك، وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك. بعدين نقرأ عدد 22 و23، يقول: افهموا هذا يا أيها الناسون الله، لئلا أفترسكم ولا منقذ. ذابح الحمد يمجدني، والمقوم طريقه أريه خلاص الله. أمين. أمين. يعني شايف يا دكتور باسم في المزمور ده كأنه في محكمة منعقدة. صح، بس أنا شايف إن في محكمة، بس في فرصة للاستئناف. أمين. يعني مش محكمة نهائية. ومش حكم نهائي، لأنه شايف أن القاضي بيعلن حيثيات الحكم وبعدين ينصح، فده يوري لك أنه المحكمة مش محكمة نهائية، مش يوم الدينونة. أصل يوم الدينونة لما ربنا النهائي. لما ربنا يجيب الخاطئ من الدينونة يقول له أنت عملت كذا وكذا وكذا فأنصحك أنك تعمل كذا وكذا، ينفع؟ لا طبعا مينفعش. فهي يعني محاكمة مبدئية، محكمة ابتدائية. من حقك فيها لو خدت نصيحة ربنا تاخد البراءة. صح. فمحكمة جميلة، مش يعني مش محكمة عليا لسه، مش محكمة نهائية. مزبوط. هي محكمة عليا بس مش نهائية. بالضبط. أنا أقصد كده. تفضل. طيب، فأنا شايف مين في المحكمة دي. زي ما حتى قلت، محكمة هي محكمة. من هو القاضي؟ القاضي هو الله. الله إله الآلهة الرب تكلم. يبقى مين القاضي؟ هو الله. بيوريك العظمة بتاعت المحاكمة أو العظمة المحكمة لما بيقول يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. وبعدين قال في الشهود جابهم الله في المحكمة دي. يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مدينة شعبه. بيشهدهم عليهم. شاهدين يا أرض، شاهدين يا سماء. وده يوري لك أنه أي حاجة بيعملها الإنسان على الأرض مسجلة في السماء. مظبوط. حتى لو عملها في الظلمة، حتى لو عملها في السر، في كاميرات إلهية سماوية بتسجل كل حاجة. طب يا رب، مين اللي أنت حدينهم بقى؟ مين الناس اللي موجودين متهمين في المحكمة؟ ما احنا قلنا في القاضي وفي الشهود وفي الجو بتاع المحكمة، في نار قدامه وتأكل، في عظمة المحكمة وهيبتها، وفي المدانين.
في المتهمين. وأنا شايف هنا في نوعين من المتهمين، والغريب جدا أن المتهم الأول هو شعب الرب والمتهم الثاني هو الشرير. خلينا نبدأ بالمتهم الأول. ليه الرب ابتدى بيقول كده؟ اجمعوا إلي أتقيائي. هتعملهم إيه؟ الحدينهم. ما دول أتقيائك، ما دول مؤمنين. القاطعين عهدي على ذبيحة. ذبيحة. قال دول أول ناس يدانوا. أول هو ذا ابتداء القضاء من بيت الله. يعني حضرتك لو اشتغلت قاضي أول حد تخلي بالك منه مين؟ ولادك في البيت. مش معقول هتروح تدين الناس اللي برا وولادك سوري يعني عندهم تصرفات لا تليق. علشان كده أول ناس مدعوين للمحكمة علشان يدانوا هم الأتقياء، هم المؤمنين، هم شعب الرب. عشان كده آية 7، اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا. أنت مؤمن بس تخلي بالك معايا، تعال بقى في شد ودان. أنت مؤمن، الله إلهك أنا. لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي. ليه يا رب؟ إيه اللي مزعلك؟ بيقول لك مزعلني العبادة الطقسية. لا أخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدى. مش عايز الذبيحة بتاعتك. وبيوضح السبب. أيوة، بيقول لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف. كأنه عايز يقول لك أنا مش عايز الذبيحة بتاعتك. بس هو حاسس بقى، بيقول له إن كان على الذبيحة أنا عندي كتير. لكن حاسس إنك أنت بتقدم الذبيحة بس قلبك غير مستقيم. فلا لا، تعالى تعالى، أنت محتاج تنقية. بس أنا محتار في الفكرة دي يا دكتور باسم بجد. اجمعوا إلي أتقيائي القطعين عهدي على ذبيح على ذبيحة. أيوة. بس هم ليه بيسميهم أتقياء وبيرجع يحاكمهم؟ هم مؤمنين أتقياء لكن ضعفوا روحيا وبقت العبادة بتاعتهم عبادة طقسية، فيحاكمهم عشان يصلح من شأنهم. عشان كده نمرة واحد بيحاكمهم وبيعلن الخطأ بتاعهم، إن العبادة بتاعتهم بقت طقسية، بيقدم ذبائح بس قلبه مش كامل قدام الرب أو مش بيحب الرب من كل قلبه. علشان كده بقى جت النصيحة، ما زي ما بقول حضرتك دي محاكمة بس محاكمة مش نهائية، محاكمة فيها نوع من العلاج. نعم. محاكمة فيها نوع من تقديم النصيحة، فيها إعلان الخطأ وتعبير، فيها إنذار، فيها إنذار. آه. زي أفتكر لما الرب كان بيكلم ملاك كنيسة أفسس بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل ليسوا رسل ووجدتهم كاذبين، وتعبت كثير من أجل اسمه ولم تمل. أنت حلو، أنت مؤمن، أنت تقي، بس برضو هحاكمك. لي عليك أنك تركت محبتك الأولى. طب بعدين أنصحك، تنصحني بإيه يا رب؟ أذكر من أين سقطت وتوب، وبعدين إنذار، وإلا فإني أتيك وأزحزح من نارتك من مكانها لم تتوب. فمحكمة والأرض والسماء بتشهد، أول ناس يدخلوا المحكمة دي عشان يتحكموا مش الأشرار. أول ناس يتحكموا هم الأتقياء القاطعين عهد على ذبيحة. إيه نصيحتك يا رب؟ النصيحتي كده هو في عدد 14، اذبح لله حمدا ووفي العلي نذورك. فالرب بقى فاحص القلوب ومختبر الكلى، يبدو شاف انهم بيقدموا ذبائح بس بطريقه تقسيه، بطريقه، عشان كده الكتاب يقول الطاعه افضل من تقديم الذبيحه. بالظبط. يعني ربنا عايز، مش عايز ذبيحتي لو انا مش شخص عايش لي بالقداسه والطاعه والايمان السري الحقيقي الجواني. فاكر اهل مقدونيا لما يتكلم عنهم الرسول بولس في كورنثوس الثاني صح 8، يقول فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، اعطوا حسب الطاقه بل فوق الطاقه من تلقاء انفسهم، ملتمسين منا، يعني هم اللي بيترجونا ان نقبل النعمه وشركه الخدمه التي للقديسين، وليس كما رجونا فقط لكنهم اعطوا انفسهم اولا للرب. يبقى قلبي وتكريسي قبل عطائي المادي. انا لما بعطي للرب انا واكرمه من مالي انا بكرم نفسي، لان قال
وعد حاشا لي أن أكرم الذين يكرمونني. لكن ماذا عن مؤمن يعطي للرب ذبيحة، يعطي للرب تقدمة وهو مش بيحب الرب، ينفع؟ لا طبعا. ولكنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب. هنا بقى للرب بيقول لهم كده، اسبح لله حمدا ووفي العلي نصيحة. وتاني بقى، وادعوني في يوم الضيق. حضرتك دايما بتقول ده مزمور تليفون السماء تليفون السماء. وادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. أمين أمين. طيب الكلام رائع. قبل ما ندخل للجزء الثاني بس عايز أقول إن إحنا ممكن نطلع فاصل صغير. أحبائي المشاهدين ابقوا معنا، الحديث شيق والكلام مهم، خليكم معنا وهنرجع مع بعض بعد الحظ. أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين. كنا بنتكلم في الجزء الأول عن التليفون السماء، ادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. فده التليفون اللي انت تقدر تطلبه في وقت الاحتياج، وربنا دايما موجود على فكرة وبيسمع لطلباتنا. الجزء الثالث من الحلقة بتاعتنا يا دكتور باسم، الله بيوبخ وبينذر الشرير، بنشوف من عدد 16 لعدد 23 بيقول وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائدي. أيوة. ايه الموضوع هنا؟ يعني احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ان في محكمة. أيوة. وفي شهود، بس اول ناس ربنا استدعاهم للمحكمة هم اتقياؤه، هم شعبه. ما لهم؟ بيعبدوا عبادة تقصية، بيقدموا ذبائح، عايز يرجعهم للخط المظبوط بس مش من قلوبهم. لا، بيقولوا اذبح لله حمدا في آية 14. المتهم الثاني بقى الشرير. وبنشكر رب برضو المحكمة مش نهائية، بس في بقى في حيثيات الحكم. وللشرير قال الله، وللأسف بقى الشرير ده شرير متدين. ده نوع صعب جدا. وده يعني أصعب نوعية. وأنا بقول دايما أني أكبر خدعة يخدع بها إبليس البشر هو خدعة التدين، هو فكرة التدين. شرير بس بيروح الكنيسة. ده أنت بتتكلم عن شخص مسيحي اسمي ومش مسيحي. ما ياما ناس بتعبد الله وقلبها بعيد كل البعد عن الله. الإنسان عنده غريزة بالفطرة كده، عايز يتدين. يعني الوثني، عايز يعبد الوثني، يجيب وثني يقول لك هو ده الله. في ناس بيعبدوا الله كده، بيروحوا بيعملوا صلوات وصيامات وعايشين في اللي بيعبدوا الشمس واللي بيعبدوا النار، ايا كانت الاديان، يعني كلها ناس بتعبد. اكبر خدعه يخدع بها ابليس البشر هي خدعه التدين، لانه يجي له يقول له ده انت كويس، انت ديك بتصلي هو حلو ومالك. او حتى لو انت بتعمل خطيئه، طب انت بتعمل اللي عليك. مش كده برضو؟ عشان كده يقول وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. بالضبط اتذكر الفريسي اللي في انجيل لوقا اصحاح 18 حكى لنا الرب الانسانان صعدا الى الهيكل ليصلي. الفريسي بقى أشكرك لأني صلى لست. وقال اللهم أني أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. دايما بقول الفريسي ده كان بيصلي. أيوه كان بيصلي، كان إنسانان صعدا إلى الهيكل يصلي، ما قلتلكش صلاته مقبولة ولا مرفوضة. كان بيصلي، كان بيروح الهيكل، كان بيروح الهيكل، كان بيصوم، كان بيصوم، كان بيدفع عشور. كان بيدفع عشور. راح الجحيم، اي راح الجحيم. يعني كان بيصلي، ايوه كان بيصوم، ايوه كان بيروح الهيكل، ايوه كان بيدفع عشور، ايوه راح الجحيم. ايوه مع انه كان بيصلي. يا ما ناس في كنائس او يا ما ناس بيعبدوا ربنا وهيروحوا الجحيم. ماله الشرير ده يا رب؟ الشرير ده يا رب بيصلي، قال بيصلي، بيحمل عهدك على فمه، يعني كمان بيتكلم من بكلامك. قال ايوه. وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. هتغش الناس؟ هتغشني انا؟ وانت قد ابغضت التاديب والقيت كلامي خلفك.
انت بتكلم بكلمتي وبتعرف الانجيل وبتعرف كلمه ربنا وبترمي كلامي ورا ظهرك، واذا رايت سارقا وافقته ومع زناه نصيبك، اطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. ايه ده كله ده وهو بيحدث بفرائده؟ يا سلام. هو ده احتمال وارد ان واحد يكون عايش هذا الشر وبيحمل فرائده وبيصلي؟ تجلس تتكلم على اخيك، يعني روح الكنيسه وبتاع النميمه او بتاعت نميمه لابن امك تضع معصره، هذه صنعت وسكت، ظننت اني مثلك، يعني هو انا زيك، اوبخك واصف خطاياك امام عينيك. يعني لو ما تبتش بقى هتقف وقفة بقى في المحكمة عصير. النهائية، وبخك وأصف خطاياك. بص بقى النصيحة، افهموا هذا أيها الناسون الله لألا أفترسكم ولا منقص. يبقى لسه ما جاش وقت الدينونة. صحيح، ما ده أنا بقولك إن المحكمة ابتدائية، محكمة فيها نصائح. القاضي يقولك أنت مسلم عشان كذا وكذا وكذا وكذا، بص يا ابني أنصحك اعمل كذا وكذا عشان تاخد براءة. حلو قوي يمسك واحد متهم وينصحوه ويقولوا له ايه، ليك فرصة انك تاخد براءة. افهموا هذا ايها الناسون الله لألا افترسكم ولا منقذ. طب يا رب ايه نصيحتك، ايه نصيحتك للخاطر الشرير ده اللي مخدوع بالتدين؟ الذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه هيتوب بقى. اهو يعني مقوم طريقه بدل ماشي في سكة غلط هيتوب، يترك الشرير طريقه ورجع الإثم أفكاره، أريه خلاص الله. يبقى آخر كلمة في المزمور خلاص الله، يعني الشرير ده حقه يتمتع بخلاص الله. أو آخر نصيحة في المزمور، ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه، أريه خلاص الله. تعرف الحلو في مسيحنا إيه يا دكتور باسم؟ أنه ما حط لناش كده الفرائض والطقوس المسيحية وسابنا. يعني الرائع في مسيحنا أنه بيعلمنا وبيقول لنا الاختيار، يعني هذه الطريق اسلكوا فيها، قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، هذه الطريق فاختر الحياة لتحيا. صحيح. يعني الرائع في الرب يسوع المسيح أن بيسيب لك حرية الاختيار، لكن بينصحك بيقول لك يا ابني أنا خايف عليك، فهنا في قضية بس مش قضية نهائية، مش حكم نهائي. بالظبط، انا بقول لك لو انت عملت كده، لو انت مشيت في الطريق دي هتوصل معايا في الاخر ذابح الحمد يمجدني. ففي نصيحه. صحيح. ولا كمان انا شايف حاجه تانية في الرب حلوه، مش بقول لك اختار وبس، اختار وانا معاك اساعدك. ايوه، خدت بحضرتك يعني يترك الشريط طريق ورجل اسم افكار وليتوب، لكن مره المختبر قال له توبني يا رب فاتوب. أنا مش قادر يعني. بس أهم حاجة الإنسان يكون عنده رغبة صادقة إنه ما يضحكش على نفسه، مش يكون شرير لكن يحدث بفرائده. الرب بيكلم من خلال الحلقة دي ناس معينة، فأنا عايزك تصلي مع أحبة النهاردة ربنا بيتكلم لقلبهم صلاة التوبة عشان يقبلوا المسيح. وأنا متأكد في ناس هتكتب لنا. أيوة. أنت بتدخل على صفحة مزامير وكلمات على الفيسبوك وتشوف قدي ناس بتقبل الرب وناس بتتغير. نشكر الرب. والبرنامج بيكون سبب بركة لحياة ناس كتيرة جدا. فأنا متأكد أن في ناس النهاردة عايزة تصلي معاك. حاضر. وتقبل الرب. بس أستاذ حضرتك قبل ما أقول الصلاة نفسي طبعا. أوجه رسالة. تفضل. نفسي أقول لك أيها المشاهد الكريم، في فرق كبير جدا بين التدين والإيمان الحقيقي. في فرق أنك تبقى من برة شكلك حلو لكن قلبك بعيد عن الرب، وإن كنت بتروح الكنيسة أو بتروح أماكن عبادة أو كنت بتصوم أو حتى كنت بتقدم ذبائح للرب وبتدفع من فلوسك وبتكرم الرب من مالك. لأن النهاردة تعالى ابدأ من جوه، تعالى قل له يا رب اديني قلب جديد وحياة جديدة. تبقاش زي الفريسيين اللي رب قال عنهم زي القبور مبيضة من الخارج ولكن من الداخل مليانة عظام أموات. تعال اختبر حاجة اسمها الإيمان الحقيقي. أيوة. اختبر حاجة اسمها الولادة الجديدة. وأرجوك صلي معايا هذه الصلاة، يا رب يسوع أنا بقبلك النهاردة في هذه اللحظة مخلص لحياتي. يا رب بعبدك كتير بس حاسس أني
بعبدك يا رب بطريقة جسدية من برا بس، تعال النهاردة غيرني من جوه. أمين يا رب. تعال النهاردة اغسلني بدم صليبك. أمين. تعال يا رب النهاردة بصلي مع العشار وأقول لك اللهم ارحمني أنا الخاطي. آمين. أمين أحبائي، أنا بصدق لو كنت صليت الصلاة دي من قلبك أو من قلبك مع خادم الرب، الرب سمع صلاتك وكتب اسمك واسمك في سفر الحياة. تواصلوا معنا، اكتبوا لنا، خلينا نفرح معاكم بعمل الرب في حياتكم. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أو على السحاب، أترككم في رعاية القدير، والرب معكم.